مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد في فقرة ضيف التي نتحدث فيها مع الأستاذ محمد الشرقي الخبير الاقتصادي حول تحذيرات من ارتداد في الانتعاش الاقتصادي ورفع الأسعار على المستوى العالمي، وأيضا ما يزيد في المديونية ويضعف النمو. أستاذ محمد الشرقي، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ محمد برويز، سعد الله مساءك. توقعت المؤسسات المالية الدولية أن تسبب هذه الحرب الروسية على أوكرانيا انكماش اقتصادي جديد وارتفاع غير مسبوق في الأسعار والتضخم، أيضا هذا نلمسه أيضا من كل المؤشرات بشكل يومي تقريبا، تسبب أيضا أزمة إمدادات في السلع تهدد التجارة العالمية. عمليا ما هو حجم التأثير؟ واليوم العالم يتجه مرة أخرى للأسف إلى انكماش جديد، يعني بعدما خرج العالم أو يخرج تدريجيا من أزمة كورونا يدخل العالم أزمة جديدة، وهذه المرة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا وأيضا ما سبق الحرب وهي أزمة إمدادات وأزمة تضخم، وبالتالي العالم اليوم يعيش مرة أخرى عدم يقينية اقتصادية. صندوق النقد الدولي توقع أن ينخفض النمو في الاقتصاد العالمي في 2022 و2023 إلى ما بين 3.6 و3.2%، بعدما أن كان صندوق النقد والبنك العالميين يتوقعان أن ينمو النمو العالمي ب 4.9 وتراجع يعني أو تم تحيين هذا الرقم إلى 4.4. بالتالي يعني عندما نقرأ في الأرقام نجد أن لأول مرة يعني منذ عقود طويلة أن مؤسسة بروتن وودز تعيد يعني تقويم يعني توقعاتها للاقتصاد العالمي 3 مرات في أقل من نصف سنة، يعني بين أكتوبر وأبريل هذه المرحلة تم تقييم يعني أو تم تحيين وبالتالي تم تخفيض التوقعات 3 مرات. وطبعا يعني هناك أسباب موضوعية، اليوم أوروبا تبدو يعني هي القارة الأكثر تضررا من هذه الأزمة، هناك 5 مليون يعني نازح من أوكرانيا بالحرب وبالتالي هذا يضغط على الاقتصاد الأوروبي، هناك يعني أزمة إمدادات بالنسبة لأوروبا من الصين، والصين للأسف اقتصاده هو اليوم أيضا نقول عنه باقتصاد يعاني يعني لا نقول مريض ولكن أصيب يعني ببرد أو يعني يعني نقول يعني بأزمة ليست كبيرة ولكن الاقتصاد الصيني ليس على ما يرام. أيضا هناك أزمة في الاقتصاد الأمريكي إلى حد ما، لم يظهر الاقتصاد الأمريكي بتلك المناعة التي كنا نتوقعها، وأضفنا إلى كل ذلك الأسعار وارتفاعها والتهابها وبالتالي هذا السياق. أستاذ محمد الشرقي، هذا السياق الدولي لنقول الصعب بالنسبة للدول التي على الأقل هي تستورد التضخم بحكم انفتاح اقتصادياتها، وأيضا تستورد المواد الطاقية بشكل كبير جدا مثل المغرب مثلا. الاقتصاد المغربي بدوره معرض للتراجع في النمو وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، أنت تعرف بأنه التضخم يتسارع بشكل أكثر مما كان متوقع، ماذا عن تفاصيل هذا الوضع؟ وبالنسبة للمغرب يمكن نقول أن نصف الكأس مليان ونصف الكأس فارغ، بمعنى آخر أن النمو في المغرب سيكون ضعيف هذا العام، يعني حوالي 1.1%، هذا توقعات صندوق النقد، الحكومة تقول بين 1.5 إلى 1.7، بالمحسنة سنكون في مستوى يعني يقل من 2%، وهذا يعني ليس هو الطموح. ولكن في القراءة المتأنية لتقارير حول المغرب يقال أو يعني صندوق النقد والبنك الدولي يقولون أن المغرب له مناعة اقتصادية، بمعنى آخر أن الاقتصاد المغربي اقتصاد يعني قوي من حيث هياكله، متنوع من حيث مصادر الدخل، اقتصاد يعني نوعا ما يسمى اقتصاد الشيب الصناعي، بالتالي يعني الصناعة اليوم تشكل تقريبا يعني 28% من صادرات المغرب. المغرب يعتمد على الفوسفات واستفاد منه من ناحية الصادرات وارتفاع الطلب على الفوسفات المغربي، المغرب يستعيد تدريجيا قطاع السياحة، لكن يعني هذا لا يمنع من أن المغرب استورد هو كذلك التضخم في المغرب هو 4.4%، لكن مع كل هذا التضخم الذي يقال أنه كبير عندما نقارنه بالجيران نجد أن المغرب في وضع أفضل، مثلا في الجزائر يعني التضخم هو 9%، في دول الشرق الأوسط يعني يصل حتى إلى 10%، بالتالي يعني المغرب من بين ربما المغرب وبعض دول الخليج من بين أفضل الدول العربية من حيث التضخم، يعني هو أقل من 5%، وهو أقل طبعا من الاقتصاديات لمنطقة الاتحاد الأوروبي، لكن المغرب هذا العام للأسف هو يواجه يعني
يعني أزمات إن شئنا في أزمة واحدة، هناك طبعا أزمة العالمية وتضخم المحروقات، لكن هناك أيضا أزمة اللي ارتبطت بالجفاف، وهناك أيضا الأزمة ديال كوفيد التي نخرج منها تدريجيا. وبالتالي طالما أن يعني الزبناء ديالنا في العالم لهم أزمة، فهم أيضا يؤثرون فينا وينقلون لنا أزمتهم. ولذلك صندوق النقد الدولي يتوقع أن الاتحاد الأوروبي ومثلا فرنسا تحقق نمو ضعيف من 2023 لا يتجاوز 1.4%، بريطانيا 1.2%، إيطاليا 1.7%، وأيضا حتى إسبانيا اقتصادها ليس على ما يرام. فبالتالي يعني نحن في عالم وفي محيط لا يساعد أنه نحقق نمو مرتفع. طيب الحكومة على ضوء هذا الكلام أيضا أعلنت إجراءات، سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية، هل هي كافية وفعالة كفاية من أجل أن تكبح جماح الأزمة وتحمي المواطن من لهيب الأسعار؟ هو الإجراءات يعني محمودة ومرحب بها ومرغوبة ومطلوبة، يعني هذا يعني يشكر الحكومة، لكن مهما فعلت يعني ستبقى يعني محدودة يعني التأثير، لأن الأزمة كما نقول يعني هي أزمة مستوردة، وبالتالي التضخم اليوم يعني كبير جدا بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. يعني هناك ارتفاع في الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية، وأيضا بالنسبة للطبقات الوسطى يعني اليوم ارتفاع مهول في أسعار المحروقات، رغم أن يعني نقصت أو يعني تقلصت شوية، ولكن تبقى يعني كبيرة جدا قياسا للقدرة يعني للإنفاقية والقدرة الاستهلاكية. وما دام نتحدث عن القدرة الاستهلاكية، فطبعا ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض يعني الاستهلاك، وانخفاض الاستهلاك يؤدي بدوره إلى ضعف الدورة الاقتصادية وربما ضعف النمو 2022 من أسبابه ضعف الاستهلاك. طبعا الحكومة قامت بمجهود يعني نقول مشكور، مثلا المبادرات بالنسبة للقطاعات السياحة أو قطاع النقل ويعني السائقين ديال الشاحنات والسيارات للأجراء، أو بالنسبة مثلا للمشروع ديال فرصة للشباب لخلق فرص الشغل، وأيضا المبادرة الملكية 10 مليار للقطاع الفلاحي، وأيضا يعني المرسوم لأول المبادرة الحكومية الأخيرة بالنسبة للمقاولات التي لها عقود مع الحكومة ومع الدولة، وربما تلقى مشاكل في تنفيذ العقود وفي تنفيذ إنجاز المشاريع. كل هذا طبعا يعني يجب أن ننظر إليه من جانبين، يعني هناك كلفة بالنسبة للمواطنين يتحملها وربما أكثر مما يعني يستطيع، وهناك أيضا الميزانية العامة للدولة تتحمل كلفة وربما أكثر مما تستطيع، ولكن نعتقد أن هناك يعني ما يسمى هنا النبوغ المغربي وأيضا يعني الذكاء المغربي، وبالتالي حتى الإنتاج الوطني اللي هو عندنا متنوع خاصة في القطاع الفلاحي والقطاع الغذائي والقطاع الزراعي بشكل عام، تهو يخفف علينا يعني هذا النوع ديال الصعوبات عندما نقارنها. طيب، لأن الواحد يشوف نفسه فقط تبان له الأسعار مرتفعة، ولكن عندما يقارن بدول أخرى راه يجد أنه نقول الحمد لله المغرب يعني على الأقل ما هو مهم اللي هو القطاع الغذائي قطاع المواد الأساسية الغذائية غير يعني متأثرة بالأسعار الدولية. هناك ارتفاعات في الواقع تشمل تقريبا كل مصفوفات المنتجات، وأنت أشرت إلى مسألة المحروقات وأسعار المحروقات التي هي ارتفعت بشكل ملموس بشكل واضح جدا، والخبراء يقولون بأنها هي أصل هذا التضخم. هل من صيغة برأيك للحد من هذه التداعيات على الاقتصاد على المستهلك البسيط أيضا؟ هو الحق سي محمد، وهذا موضوع فيه جدل، هو أن في 2015 عندما تم تحرير قطاع المحروقات ارتبنا خطأ، لأنه حررنا القطاع دون أن نتخذ الإجراءات الموازية له، مثلا أن نعالج مشكل التخزين، مشكل السمير، مشكل البحث في مثلا السيناريوهات في حالة ارتفاع الأسعار. طبعا يعني سنوات والأسعار منخفضة، وبالتالي لم تهتم يعني الحكومات المتعاقبة بهذا المشكل. اليوم الأسعار ملتهبة وربما غادي تلتهب طالما الحرب في أوكرانيا ما توقفش، وبالتالي نحن أمام سيناريوين: السيناريو العودة إلى يعني دعم الأسعار كلها، وهذا
الشعب، هذا مستحيل يعني وصعب جدا وربما لا تتحمله الميزانية العامة للدولة. الإبقاء على يعني الحابل والغابل كيف تقولوا، وبالتالي ترك الأمور إلى يعني الناس يتحملوها حتى هذا يعني له يعني كلفة اقتصادية. وبالتالي أعتقد أنه يجب يعني البحث في صيغ يعني حتى الآن في صيغ يعني أن نكون يعني نعملوا واحد النوع ديال التوازن، أنه المحروقات يعني تبقى يعني محررة، ولكن على الأقل أن لا تؤثر كثيرا في القدرة الشرائية خاصة الطبقة الوسطى، ولا تؤثر في تنافس الاقتصاد الوطني، لأنه ده أيضا غادي يعني يساعد الاقتصاد الوطني. لأنه إذا رجعنا للمعادلة ماذا نجد؟ أنه في 2015 الحكومة هذيك يعني ضحت بـ 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 يعني بالأسعار وحرات القطاع المحروقات من أجل إنقاذ الميزانية العامة للدولة، وبالتالي كنا عندنا صفر تقريبا 5% ديال الناتج الإجمالي ديال دعم الأسعار. اليوم خفضنا إلى أقل من 2%، اليوم خفضنا حقيقة إلى أقل من 2%، ولكن اليوم رفعنا أيضا أسعار نسميتو الكلفة ديال صندوق المقاصة. اليوم كلفة صندوق المقاصة على الأقل مرتين، يعني كان 16 أو 17، اليوم غادي تفوت 30% إضافة إلى القطاعات الأخرى اللي تدعمها بشكل فردي. فبالتالي يعني كمعالجة اقتصادية شاملة نحتاج إلى معالجة ومراجعة يعني هذا المشكل ديال المحروقات، لأنه مشكل غادي في هذه النقطة. كيف برأيك يمكن التوفيق بين حماية المستهلك وحماية هذه التوازنات الماكرو اقتصادية بعجز الميزانية وما إلى ذلك؟ وطبعا هذا هو السؤال يعني الصعب جدا، يعني هو التوفيق بين يعني الاثنين. طبعا نحن في فترة استثنائية، علينا ان ناخذ بعين الاعتبار ان هذه الحرب ربما ما غاديش تدور الى الابد، ولكن على الاقل في هذه المرحلة اللي هناك فيها حرب يجب على الحكومة ان تفكر في ايجاد يعني حل ولو يعني مؤقت ولو استثنائي. شكرا. ولو ان تتخلى شوية على يعني الايرادات الضريبية من حيث كذا، وبالتالي حتى هذوك الناس العاملين في قطاع المحروقات عليهم ان يعملوا واحد المبادرة من جانبي، وبالتالي وتضمن أن يستجيب الفاعلون في قطاع المحروقات أيضا. طيب نعم، من أجل المصلحة الوطنية. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الشرقي، الخبير الكاتب الصحفي الخبير الاقتصادي، على كل هذه التوضيحات.